بتعملوه اليوم للجرود هذا عمل ما حدا عمله قبل. اهلا بكم الى المسائيه. نبدا بالعناوين مع لينا دوغان. مساء الخير. في العناوين: نتائج فحوصات الدي ان اي غدا ومراسم تكريم العسكريين الشهداء وتشييعهم الجمعه. صقر رد على الموسوي: كلامك يحمل من الشطط والخفه والتحامل، اقرا الدستور ولو لمره واحده سريعه. الجوبير يتهم ايران بزعزعه استقرار المنطقه عبر حزب الله والارهاب ويشكك بجديتها في الحوار والتعاون الدبلوماسي. الانتي فايروس فيشل عملية قرصنة الكترونية وبأحسن احواله في يوقف هاكر عن خرق معلوماتك وحساباتك. بس ما بحياته الانتي فايروس قدر يوقف شبكة ورا الجرائم الالكترونية. امنك الشخصي فيك تعمله، بس الامن العام هو بيعمله. اليوم صار فيك تستخدم أي بطاقة مصرفية بمراكز الأمن العام وتساهم بتحسين الأمن وتطوير الإدارة. مساء الخير. غدا تعلن نتائج الفحوصات المخبرية DNA التي أثبتت أن الجثث التي عثر عليها في الجرود الشرقية تعود للعسكريين الذين اختطفهم تنظيم داعش، والمرجح أن يعلن الحداد الوطني الجمعة على أن تقام مراسيم تكريمية لهم في وزارة الدفاع بحضور كبار المسؤولين. وغدا صباحا سيستقبل قائد الجيش العماد جوزيف عون أهالي العسكريين ليبلغهم رسميا نتائج الفحوصات. لكن في النتائج السياسية، رد النائب عقاب صقر على هجوم النائب نواف الموسوي ضد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وقد طلب منه صقر قراءة الدستور بعدما بات حزبه متخصصا في تقديم خدمات الصيانة للبساط بعد الصفقة. بعيدا عن الأخبار السوداء، خبر أبيض من مطار رفيق الحريري الدولي الذي استقبل خلال شهر واحد أكثر من مليون مسافر ليكسر رقما قياسيا في الأخبار الجميلة. إذن يتحضر لبنان رسميا وشعبيا لتشييع العسكريين يوم الجمعة المقبل بعد إبلاغ أهالي العسكريين بنتائج فحوصات DNA واستكمال التحضيرات والاستعدادات اللازمة في وزارة الدفاع وفي خيام الاعتصام في رياض الصلح. هي ساعات الأطول والأصعب التي سيعيشها أهالي العسكريين من ليل الثلاثاء حتى صباح الأربعاء، ساعات تفصلهم عن إعلان نتائج الفحوص المخبرية التي أجريت على الجثث والتي تبين أنها تعود لأبنائهم العسكريين كما للشهيدين عباس مدلج وخضر يحيى. فبحسب المعلومات فإن قيادة الجيش ستعلن نتائج فحوصات DNA صباح الأربعاء، وقد علم تلفزيون مستقبل أن قائد الجيش سيجتمع بأهالي العسكريين قبل الإعلان عند 9:30 صباحا، وبطبيعة الحال سيكون الاجتماع لإعلامهم بما يتخوفون من سماعه. السنوات الثلاث المرهقة والمليئة بجرعات الأمل الزائفة ستنتهي مع إعلان الخبر المشؤوم الذي سيليه إعلان يوم الحداد الرسمي بالتزامن مع إقامة حفل تكريمي للشهداء يرجح أن يكون يوم الجمعة، وستبدأ المراسم من أمام المستشفى العسكري ثم إلى ساحة رياض الصلح التي تزينت بصور الشهداء وشهدت قصصهم ومآسيهم منذ اختطافهم عام 2014، ثم إلى باحة وزارة الدفاع التي تتحضر لهذا الحدث بمشاركة رسمية واسعة. وبعد تكريم شهداء الوطن سيتم تشييعهم في مواكب إلى مدنهم وقراهم، حيث ستجري مراسم الدفن وتقبل التعازي. إلى ذلك، طلب وزير العدل سليم جريصاتي من النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود إجراء التعقبات بجرائم قتل عسكريين في عرسال وخطف آخرين وأسر وقتل عدد منهم، وهذا الإجراء يشمل الجرائم المتفرعة وكل من شارك أو تدخل أو حرض مدنيا كان أم عسكريا. استدعى الهجوم الذي شنه نائب حزب الله نواف الموسوي على رئيس الحكومة سعد الحريري والمملكة العربية السعودية ردا من النائب عقاب صقر، دعا فيه الموسوي إلى قراءة الدستور ولو لمرة واحدة سريعة، وشدد على أن كلام الموسوي يتنافى مع أبسط مقاومات المصلحة الوطنية ويرفع وتيرة التشنج تجاه الخليج.
انتظرنا خلال اليومين الماضيين من حزب الله أن يبرر بيانه المريب، ولكن المؤسف أنه بدل أن يعمد إلى معالجة فضيحة دعوته إلى حماية مقاتلي داعش، نراه يذهب عبر جماعاته وبعض نوابه إلى هجوم مرتجل على المملكة العربية السعودية بما يتنافى مع أبسط مقومات المصلحة الوطنية ويرفع وتيرة التشنج تجاه الخليج. الكلام للنائب عقاب صقر الذي اعتبر أنه يبقى الأخطر في موجة تحامل الحزب الإلهي الجديدة، الكلام المنفلت من عقاله الذي أطلقه النائب نواف الموسوي بحق الرئيس سعد الحريري، والذي انطوى على هرطقة دستورية غير مسبوقة تمس بجوهر المؤسسات وتقوض رئاسة الحكومة وتتجاوز بديهيات العقل السليم. فالنائب استنبط من بنات أفكاره أن رئيس الحكومة لا رأي له لأنه يمثل رأي الحكومة مجتمعة، وعليه أشار صقر متهكما: إذن الرئيس الحريري مدعو أن يحمل ورقة وقلم ويجول على الوزراء طالبا تواقيعهم ليدلي بتصريح، بينما يحق لوزير الصناعة مثلا أن يقوم بخطوات ويدلي بتصريحات تخالف رأي رئيس الحكومة والإجماع اللبناني والعربي لكونه ربما سوبر وزير أو وزير إلهي. وأضاف صقر إن كلام الموسوي يحمل من الشطة والخفة والتحامل بقدر ما يحمل من تعارض مع التصريح المعلن للسيد حسن نصر الله منذ أيام، الذي حث على تبني التهدئة التي دعا إليها الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري. ورأى صقر أن حزب الله يحاول التستر بتصريحات نارية للتغطية على السؤال المركزي: ما السبب خلف تصميم الحزب على حماية داعش حتى خارج أراضي سيطرة نظام الأسد؟ وهل بات حزب الله يعتمد سياسة تقديم خدمات الصيانة ما بعد الصفقة؟ وأضاف صقر: حذاري أن يدعي حزب الله أن المسألة تتعلق بحالة إنسانية لعائلات الإرهابيين، كما يدعي حماية مدنيي اليمن للتغطية على المشروع الحوثي، سائلا: لماذا تحركت حمية حزب الله وحسه الإنساني بعد حصار مقاتلي وعائلات داعش بساعات معدودات، في حين حصر حليفه الأسد مدنيين عزل في مدن وقرى سورية ولم يحرك الحزب ساكنا، هذا فضلا عن حصاره المشترك مع جيش الأسد للزبدان ومضايا؟ مضيفا: إن تصنيع وتعليب صيانة داعش وأخواتها بات يتكشف يوميا. إلى ذلك، استغرب النائب زياد القادري كلام الموسوي، لافتا إلى أن الموقف الرسمي للحكومة اللبنانية لا يعبر عنه إلا رئيسها وليس نائبا ينتمي إلى هذه الكتلة أو تلك. وعن ادعاء الموسوي أن مجلس الوزراء لم يناقش على طاولته مسألة الموقف من النظام السوري ولم يتخذ قرارا بذلك، فنصحه القادري بالعودة إلى وزيري حزب الله في الحكومة، كما إلى كافة الوسائل الإعلامية التي أشارت في حينه إلى أن النقاش في هذا الموضوع انتهى بإصرار الرئيس الحريري على رفض منح أي غطاء رسمي لأي وزير لبناني يزور سوريا. وعما ورد في كلام الموسوي عن أفعال إجرامية إرهابية بحق الشعوب العربية، قال القادري: لم أرى نظاما تنطبق عليه هذه الأوصاف الدقيقة أفضل من نظام الأسد وعوانه من الميليشيات والشبيحة التي تفتك يوميا بالحجر والبشر، بينما المملكة العربية السعودية التي لا يخفى حقد إيران والمتفوهين باسمها في المنطقة عليها تحاول جاهدة تضميد الجروح العربية ونصرة الشعوب المقهورة. بدوره، استغرب المكتب الإعلامي للرئيس ميشيل سليمان كيف يتحول كل مطالب بالدولة فقط إلى عدو لمن يغلب منطقة دويلة على حساب الدولة. المكتب الإعلامي للرئيس سليمان وردا على الموسوي قال إن سياسة التشويش والتشويه ولفت الأنظار لن تجدي نفعا، فالشمس شارقة والناس باتت تعرف حقيقة الأمور. وسأل المكتب الإعلامي للرئيس سليمان عن سر هذا الخط الأحمر الذي يظهر عشية كل معركة تتواجه فيها القوى العسكرية الشرعية مع التنظيمات الإرهابية المشبوهة، داعيا إلى الإسراع في تشكيل لجنة تحقيق برلمانية تكشف فيها كل الحقائق بعيدا من منطق المتاجرة الإعلامية الخشبي الممجوج والرخيص. أكد تكتل التغيير والإصلاح بعد اجتماعه الأسبوعي أن الإرهاب انكسر وانتصار الجيش واضح. ولفت النائب إبراهيم كنعان عقب الاجتماع إلى أن العملية نجحت 100% لأنها أدت إلى تحرير الأرض وإلى أقل كلفة ممكنة على صعيد الأرواح في صفوف الجيش واللبنانيين الذين دعموا هذه العملية. إذا في من فجر، هو فجر السيادة اليوم بلش يظهر وبلش ينجلي على جرودنا وعلى أرضنا، فلينبزغ أيضا فجر الإصلاح الفعلي والحقيقي مش بالشعارات. شعارات واحدة ما بتكفي، شعارات واحدة ما بتجيب آلاف المليارات لتمول سلسلة. والمعترض من أصحاب الحقوق أو أصحاب المطالب،
يشارك معنا بهالحملة، يحط إيده معنا بهذا الإصلاح. أصدر وزير المالية علي حسن خليل تعميما لكل وحدات وزارته طلب فيه التقيد بقرار المجلس الدستوري بتعليق استيفاء أي رسوم أو ضرائب نص عليها القانون المعلق تنفيذه بموجب الحكم الصادر عن المجلس الدستوري المذكور حتى صدور نص مخالف ليبنى على الشيء مقتضاه. حمل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الدولة مسؤولية إرهاق المواطنين بالزيادة على الأقساط المدرسية. حمل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي المسؤولين في لبنان تبعات زيادة الأقساط المدرسية لأنها ستؤدي إلى إرغام بعض المدارس على إقفال أبوابها وزيادة البطالة. كلام البطريرك الراعي جاء خلال افتتاح المؤتمر السنوي 24 للمدارس الكاثوليكية في غزير بحضور وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادي ورئيس مجمع التربية الكاثوليكية الكاردينال جوزيبي فيرسالدي وشخصيات تربوية ودينية. إننا نحمل القيمين على شؤون الدولة والمسؤوليات التالية بحضوركم صاحب المعالي: مسؤولية إرهاق المواطنين بالأقساط الجديدة التي سترتفع حتما كنتيجة لسلسلة الرتب والرواتب، وقد طالبنا بهذه السلسلة وأردناها عادلة ومنصفة للجميع. نطالب مع دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري ما سبق وطالبنا به نحن، أن نقول بدفع فرق الرواتب لقاء حق المراقبة، وأن نفعل شيئا من هذا الموضوع مقابل بعض الرقابة في هذا الأمر. الباب مفتوح. وشدد البطريرك الراعي أيضا في كلمته بعنوان صنع الجماعة التربوية على أن الدولة من واجبها بحكم العدالة التوزيعية أن تدعم التعليم الخاص، قائلا إن مدارسنا الكاثوليكية ترفض أن توضع من قبل المسؤولين السياسيين في مواجهة مع المعلمين وأهالي التلامذة، فهي ليست ضد زيادة رواتب المعلمين ولا تريد إرهاق الأهل بزيادة الأقساط، بل تطالب الدولة بدفع فرق الزيادات على الرواتب من أجل حماية المعلمين والأهل. في هذا الإطار أيضا أصدر المجلس الدستوري بيانا أشار فيه إلى أن القانون المطعون في دستوريته هو القانون المتعلق بتعديل واستحداث بعض القوانين الضريبية ولا علاقة له بالقانون المعروف بقانون سلسلة الرتب والرواتب. وأوضح المجلس أنه علق العمل بالقانون المطعون فيه فحسب، نافيا ما أشيع عن إصدار القرار بالطعن بتاريخ 15 من أيلول، وأكد أن القرار سيصدر ضمن المهلة المحددة قانونا. حقق مطار رفيق الحرير الدولي إنجازا جديدا تمثل بتسجيل زيادة بعدد الركاب المسافرين عبره بنسبة 1880 راكبا عن كل يوم، زيادة عن الأشهر الثمانية الأولى من العام 2016. سجل مطار رفيق الحرير الدولي في بيروت المزيد من الارتفاع في حركة الركاب، حيث بلغت خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 5,538,185 راكب، بزيادة تقدر بنصف مليون راكب عما كانت سجلته في الفترة نفسها من العام 2016. وارتفعت الحركة بنسبة قاربت 17% خلال آب أغسطس الماضي، وتجاوزت المليون مقارنة مع آب 2016. وكل التقديرات تشير إلى مزيد من الارتفاع في ظل الحركة الناشطة جدا ومن وإلى المطار، وبالتالي انتظار البدء بالمرحلة الجديدة لتطوير سعة المطار والانتقال إلى مرحلة استيعاب 12 مليون مسافر سنويا من لبنان وإليه. وحسب ما أفادت مندوبة الوكالة الوطنية للإعلام في المطار عن تخطي أعداد الركاب في مطار رفيق الحرير الدولي في بيروت المليون في شهر آب أغسطس 2017، وسجلت 1,067,471 راكب، بزيادة قاربت 17% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، وما تزال هذه الأرقام في تصاعد مستمر مع بداية شهر أيلول، حيث يتجاوز العدد اليومي للركاب 40,000 مسافر من لبنان وإليه. ومع نهاية الشهر الثامن من العام الجاري يكون مجموع الركاب في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت سجل 5,538,185 مسافر، بزيادة تقدر بنصف مليون راكب مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ مجموع الركاب حينها 5,081,386 راكب، أي بزيادة 456,799 مسافر أو
1880 مسافر كل يوم. وبحسب الإحصاءات الرسمية فتوزعت حركة المطار خلال آب 2017 كما يلي: فقد ازداد عدد الوافدين إلى لبنان بنسبة 21.50% وبلغ 492,603 ركاب. كذلك ارتفع عدد المغادرين 12.12% وسجل 573,510 ركاب. وفي النشرة بعد الفاصل: كسر حصار داعش عن مدينة دير الزور وسط قصف صاروخي روسي على أهداف للتنظيم. وكوريا الشمالية تعد ترامب بمزيد من الهدايا. رد وزير الخارجية السعودية عادل الجبير على دعوة إيران إلى التقارب مع المملكة العربية السعودية معتبرا أنها مثيرة للسخرية. الجبير أضاف أن إيران تزعزع الاستقرار في المنطقة من خلال حزب الله والهجمات الإرهابية، وإذا أرادت تحسين علاقتها بالسعودية فعليها وقف الإرهاب وتغيير سياساتها، لكنها ليست جدية بشأن الحوار والتعاون الدبلوماسي. ولفت الجبير إلى أن تعامل السعودية مع إيران بشأن الحج لا علاقة له بتطبيع العلاقات، لأن المملكة ترفض تسييس الحج. وفي شأن الأزمة القطرية قال الجبير إنه حتى لو استمرت الأزمة مع قطر لسنتين إضافيتين فلن يكون في ذلك مشكلة، مؤكدا أن الشعب القطري هو من يقرر من يحكمه. وكانت إيران شكرت المملكة العربية السعودية على حسن تنظيم موسم الحج لهذا العام، ورأت أنه بعد هذا الحج الناجح باتت الفرصة سانحة لإجراء مفاوضات بين القوتين الإقليميتين. وقال ممثل المرشد الأعلى لشؤون الحاج علي غازي أصغر إن المرشد الأعلى علي خامنئي يشدد باستمرار على تنمية العلاقات بين إيران ودول الجوار، ومتى بدأ الحوار فإن المشاكل يمكن أن تحل بين البلدين. رأى وزير الدولة لشؤون الخارجية الإماراتية أنور قرقاش أن التصعيد الإعلامي الذي تشهده الأزمة الخليجية مؤسف ومتوقع ولا يساعد في إنهاء هذه الأزمة. وفي سلسلة تغريدات على موقع تويتر دعا قرقاش حكماء قطر إلى أن ينصحوا قادة البلاد بأن التدويل والمظلومية والشكاوى الدولية لن تنهي الأزمة، وإن السبيل الأنجع هو المصارحة والمراجعة. أعلن النظام السوري والميليشيات الموالية له كسر حصار داعش عن مدينة دير الزور بالتزامن مع قصف صاروخي روسي مكثف على مواقع التنظيم في المدينة. غطاء جوي روسي مهد الطريق أمام قوات النظام السوري والميليشيات الموالية لها لكسر حصار تنظيم داعش الإرهابي عن مدينة دير الزور شرق سوريا الذي استمر نحو 3 سنوات. رئيس النظام السوري بشار الأسد هنأ وحدات جيشه بكسر الحصار المطبق الذي كان يفرضه التنظيم على عشرات الآلاف في أحياء عدة من المدينة وعلى مطارها العسكري. وفي وقت اتصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالأسد مهنئا بما وصفه النصر الاستراتيجي، أقرت وزارة الدفاع الروسية بأن الضربة الصاروخية الروسية ساعدت في خرق دفاعات داعش وفك حصار دير الزور. وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت صباح الثلاثاء أن الفرقاطة أسن التابعة لأسطول البحر الأسود أطلقت سلسلة صواريخ مجنحة من طراز كاليبر على أهداف لداعش بالقرب من دير الزور، وأسفر عنها القضاء على تجمع كبير لمسلحي التنظيم وتدمير مراكز قيادية ونقطة اتصال ومخازن للأسلحة والذخيرة ومنشأة لإصلاح المركبات المدرعة. أما على صعيد قافلة مسلحي تنظيم داعش وعائلاتهم العالقة في البادية السورية، فاقترح التحالف الدولي إجلاء النساء والأطفال من القافلة، معلنا أنه سيواصل أعماله ضد داعش في المناطق التي يمكن فيها القيام بذلك من دون إلحاق ضرر بالمدنيين. وصلت قوات النخبة في الجيش العراقي إلى مشارف مدينة الحويجة تمهيدا لانطلاق عملية تحريرها من تنظيم داعش الإرهابي، تزامنا كشف خبراء أمنيون عن اتفاق على مشاركة كتائب مدفعية أمريكية وفرنسية في معركة استعادة الحويجة والساحل الأيسر للشرقاط، وأشاروا إلى أن أكثر من 48,000 مقاتل سيشاركون في المعارك المرتقبة. بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي مناورات عسكرية وصفها بأنها الأكبر والأهم منذ 19 عاما. وقال جيش الاحتلال إن هذه المناورات ستشهد مشاركة 20 فرقة عسكرية
من مختلف الألوية والأسلحة العسكرية، وأنها تهدف إلى الوقوف على الجاهزية العسكرية لمواجهة حرب واسعة قد تندلع مع حزب الله. رد رئيس ما يسمى اللجنة الثورية العليا للحوثيين محمد علي الحوثي على تصريحات الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله الصالح بشأن حلحلة الاختلالات، فأوضح أن الحوثيين جاهزون لحل الخلافات إذا وافق حزب صالح. وكان الرئيس المخلوع قد قال في حديث تلفزيوني إنه لا يوجد أي خلافات مع الحوثيين، واتهم من سماهم بالطابور الخامس بإثارة البلبلة في اليمن. في عملية هي الثانية من نوعها خلال أسبوعين، أدى هجوم انتحاري بسيارة مفخخة إلى مقتل جنديين وجرح 6 عند نقطة تفتيش تابعة للجيش الوطني الليبي شرق سرت. جاء ذلك بعدما أكد الجيش الوطني رصد محاولات لتنظيم داعش الإرهابي لدخول المناطق الساحلية شرق سرت انطلاقا من المناطق الصحراوية جنوبا. سمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لليابان وكوريا الجنوبية بشراء أسلحة أمريكية متطورة ردا على استفزازات كوريا الشمالية. يأتي ذلك فيما أكدت بيونغ يانغ أن التجربة النووية الأخيرة هي هدية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، واعدة ترامب بمزيد من الهدايا. بعد التجربة النووية السادسة التي أجرتها قبل يومين بقنبلة إدروجينية وأثارت معها مخاوف المجتمع الدولي، حركت كوريا الشمالية ما يبدو أنه صاروخ باليستي عابر للقارات باتجاه ساحلها الغربي، وتم رصد هذا التحرك أثناء نقل الصاروخ ليلا لتجنب الأقمار الاصطناعية. وفي تصريحات استفزازية جديدة قال موفد كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة هان تاي سونغ إن إجراءات الدفاع عن النفس التي تتخذها بلاده في الفترة الأخيرة هي هدية موجهة إلى الولايات المتحدة حصرا، واعدا إياها بأنها ستتلقى المزيد من الهدايا طالما تعتمد على استفزازات متهورة ومحاولات لا طائل منها للضغط على بيونغ يانغ كما قال. في المقابل أجرت القوات البحرية في كوريا الجنوبية تدريبات ضخمة بالذخائر الحية في بحر الشرق لإظهار عزمها على الانتقام ضد استفزازات بيونغ يانغ. تزامنا قال رئيس كوريا الجنوبية مون جي إن إن بلاده منفتحة على الحوار مع كوريا الشمالية لكن الوقت الحالي غير مناسب. من جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة على تويتر إن كوريا الشمالية دولة مارقة أصبحت تمثل تهديدا كبيرا وإحراجا للصين التي تحاول المساعدة ولكن بدون إحراز نجاح كبير. وأضاف ترامب أن أقوال بيونغ يانغ وأفعالها لا تزال عدائية للغاية وخطيرة على الولايات المتحدة. بدوره ندد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالأعمال الاستفزازية لكوريا الشمالية معتبرا أن العقوبات ضدها غير مفيدة وغير فعالة، ودعا بوتين إلى الحوار وتسوية الأزمة دبلوماسيا لأن أي أعمال أخرى قد تفجر الوضع وتتسبب بكارثة عالمية وسقوط عدد كبير من الضحايا. أما وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان فحذر من أن كوريا الشمالية قد تطور صواريخ قادرة على الوصول إلى أوروبا بأسرع مما هو متوقع. وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل كشفت أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون فرض المزيد من العقوبات على كوريا الشمالية بسبب برنامجها الصاروخي النووي الذي ينتهك بشكل صارخ كل الشروط الدولية. سحبت الأمم المتحدة موظفيها من إقليم أراكان في ميانمار الذي يشهد عمليات تطهير عرقي ضد أقلية الروهينجا المسلمة، لتعلن بعدها اليونيسف أنه لم تعد هناك وسيلة أخرى لمساعدة أطفال الروهينجا. تتواصل عمليات القتل والتهجير بحق أقلية الروهينجا المسلمة في بورما على يد الجماعات البوذية المتطرفة التي تسببت وبدعم حكومي مباشر في مقتل المئات وتشريد واعتقال الآلاف بالإضافة إلى تدمير المنازل والممتلكات، حيث أكدت العديد من التقارير أن المسلمين في بورما أو جمهورية اتحاد ميانمار يتعرضون اليوم لعمليات تطهير عرقي واسعة. وتؤكد الأمم المتحدة التي سحبت موظفيها من إقليم أراكان لدواع أمنية أن سلطات بورما تشن حملة تطهير عرقي ضد الروهينجا، مضيفة أن 123,600 شخص غالبيتهم من النساء والأطفال هربوا من أعمال العنف في ميانمار إلى بنغلاديش، في وقت تخوفت منظمة اليونيسف أنه بعد سحب الأمم المتحدة لموظفيها لم تعد هناك وسيلة أخرى لمساعدة أطفال الروهينجا.
وتعيش الروهينجا في ظل قيود تطال حرية التحرك والجنسية وتشبه نظام الفصل العنصري، إذ يعتبروا مهاجرين غير شرعيين وترفض بورما منحهم الجنسية رغم استقرارهم في هذا البلد منذ أجيال. زعيمة بورما أونغ سان سوتشي تتعرض إلى انتقادات متزايدة بسبب امتناعها عن انتقاد الجيش، ولم تدلي سوتشي التي منحت جائزة نوبل للسلام عام 1991 بأي تصريح منذ اندلاع المواجهات الأخيرة قبل أقل من أسبوعين. ويتصاعد التوتر إزاء هذه الأزمة في الدول المجاورة، حيث تنظم تظاهرات ضد أعمال العنف الأخيرة. بدوره أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيطرح هذه القضية في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستعقد الشهر الجاري في نيويورك، علما أن وزير خارجيته مولود جاويج أوغلو يتجه الأربعاء إلى بنغلاديش لتفقد مخيم يقطنه مسلمون فارون من إقليم أراكان غرب ميانمار. اعتقلت الشرطة البريطانية في وست ميدلندز وسط إنجلترا 4 رجال يشتبه بأنهم كانوا يعدون لاعتداءات وينتمون إلى منظمة العمل الوطني المحظورة التي تضم أفرادا من حركة النازيين الجدد. وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن بين الموقوفين عسكريين، موضحة أن الشرطة تتولى التحقيق في هذه القضية. هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بطرد نحو 155 دبلوماسيا أمريكيا إضافيا من روسيا على خلفية تدهور العلاقات بين البلدين. وفي مؤتمر صحفي خلال قمة للدول بريكس جنوب الصين، قال بوتين أن بلاده تحتفظ بالحق في اتخاذ قرار حول عدد الدبلوماسيين الأمريكيين الموجودين في موسكو، لكن ليس في الوقت الحالي. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. عون يقول انتصار لبنان على الإرهاب أمر واعد وإيجابي. التأشيرة الأوروبية بين وزارة الصحة ومديرية الجمارك. أهلا بكم من جديد. اعتبر رئيس الجمهورية ميشيل عون أن الانتصار الذي حققه لبنان على الإرهاب وأنهى فيه وجود الإرهابيين في منطقة جرود السلسلة الشرقية أمر واعد وإيجابي. كلام الرئيس عون جاء أمام وفد فرنسي من شركة بيير فابر يرافقه النائب سيمون أبي رميا. أبلغه أن الشركة ستفتح مكتبا لها في بيروت كمركز إقليمي لمنطقة الشرق الأوسط. ونوه الرئيس عون بالقرار الذي اتخذته الشركة معتبرا أنه دليل إضافي على ثقة رجال الأعمال والاقتصاد بمستقبل لبنان وبالاستقرار الأمني والسياسي الذي ينعم به، خصوصا منذ الانتخابات الرئاسية وانتظام العمل المؤسساتي فيه، مما أعاد لبنان نقطة استقطاب. في السراي الحكومي، سلسلة لقاءات لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بحثت في التطورات والنشاطات التي ستشهدها البلاد. التقى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وفدا من رؤساء المحاكم الشرعية في لبنان. ضم رئيس المحكمة السنية العليا الشيخ محمد عساف، رئيس المحكمة الجعفرية الشيخ محمد كنعان، ورئيس المحكمة الدرزية الشيخ فيصل نصر الدين. الوفد بحث مع الرئيس الحريري أمور المحاكم الشرعية في لبنان. وكان الحريري قد التقى المدعي العام لدى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان نورمان فاريل في حضور نائب المدعي العام القاضية جوي ثابت. الرئيس الحريري التقى أيضا عضو الكونغرس الأمريكي السابق ريلا حود الذي شدد على علاقة الصداقة التي تجمعه بالحريري، كما قال وقد جرى خلال اللقاء بحث نتائج زيارة الرئيس الحريري إلى الولايات المتحدة ومدى نجاحها. الحريري استقبل مدير دورة حسام الدين الحريري نزار رواس على رأس وفد قدم له دعوة لحضور افتتاح الدورة. ومن زوار السراي السيدتان ندى زيادة ورولا دويدي اللتان وجهتا للرئيس الحريري دعوة لرعاية معرض السيارات الكلاسيكية القديمة الذي سيقام في أسواق بيروت من 7 وحتى 17 من أيلول الحالي. زار وزير الدفاع يعقوب الصراف قائد الجيش العماد جوزيف عون في مكتبه في اليرزي وبحث معه في مهمات المؤسسة العسكرية واحتياجاتها المختلفة. من جهة أخرى، استقبل العماد عون النائب بهي الحريري وقائد الجيش السابق العماد جون قاوجي وتناول البحث الأوضاع العامة. كذلك استقبل وفدا من فريق تنمية المؤسسات الدفاعية وتطويرها التابع لوزارة الدفاع الأمريكية وتناول البحث سبل تعزيز قدرات الجيش اللبناني. أعلن المكتب الإعلامي لوزير العمل محمد كبارة أن الوزير كبارة بصحة جيدة وأن وجوده في المستشفى هو لإجراء بعض الفحوصات الطبية الروتينية. تقدم رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل بسؤال إلى الحكومة بشأن عدم التزامها بالمواعيد الدستورية وعدم دعوة وزارة الداخلية والبلديات حتى الساعة الهيئات الناخبة للانتخابات الفرعية في كسروان وطرابلس.
وطالب الجميل رئيس الحكومة ووزير الداخلية إجابة خطية ضمن مهلة 15 يوما، وإلا فسيقوم بتحويل السؤال إلى استجواب عملا بأحكام النظام الداخلي لمجلس النواب. توقيع مذكرة تفاهم وإطلاق عملية التأشيرة الإلكترونية بين وزارة الصحة والجمارك اللبنانية. التأشيرة الإلكترونية بين وزارة الصحة والجمارك اللبنانية أطلقت، وذلك خلال توقيع مذكرة تفاهم بين الوزير غسان حصباني وممثل رئيس مجلس إدارة الجمارك أسعد طفيلي في الوزارة. وأكد الطرفان أهمية هذه المذكرة في تعزيز الشفافية وتسهيل إجراءات المواطنين. هذه الخطوة تعزز الشفافية وتحد من الزبائنية وترفع من إنتاجية العمل وتسهل إجراءات المواطنين وتخفف عنهم هدر الوقت ومصاعب التنقلات. هذه الخطوة تجعل لبنان يسير وفق المنظومة الدولية عبر اعتماد إجراءات التخليص الدولية وفقا لما نصت عليه اتفاقية كيوتو، وتؤمن سلامة التجارة الشرعية وتسهيلها ومكافحة التجارة الغير مشروعة. ونحن عملنا خطة الاستراتيجية تبعنا لإدارة الجمارك ونسقنا فيها الخطة مع معالي وزير المالية، وضمن الخطة الاستراتيجية لإدارة الجمارك توقيع مذكرات تفاهم مع الوزارات ضمن إطار السينجل ويندو. فهذه إن شاء الله بتكون باكورة عمل نحن وياكم دولة الرئيس، ونتأمل قريبا جدا أن نوقع مع باقي الوزارات. إشارة إلى أن هذه التأشيرة تشمل في مرحلة أولى مصلحة الهندسة الصحية ومصلحة الصيدلة بالوزارة، وتطال أكثر من 25 ألف بيان جمركي في العام يتم التأشير عليه من قبل وزارة الصحة إلكترونيا، على أن تعمد وزارة الصحة إلى الكشف ميدانيا ما استدعت الحاجة مجرد وصول البيان الجمركي إلكترونيا. انتخب رئيس مجلس الإدارة المدير العام لشركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت عضوا في مجلس محافظي الاتحاد الدولي للنقل الجوي الأياتا ممثلا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويتكون مجلس محافظي الأياتا من 31 عضوا من أصل 275 شركة طيران منتسبة إلى هذه المنظمة العالمية فيما يزيد عن 117 بلدا. ويحتل هؤلاء الأعضاء ما نسبته 85% من حركة الطيران العالمية. يذكر أن مجلس محافظي الأياتا هو أعلى هيئة إدارية ويوفر التوجيه الاستراتيجي لصناعة الطيران ككل، إضافة إلى الإشراف العام على أنشطة الأياتا. شن السيد توفيق سلطان هجوما على محافظ الشمال وقال إن في عهده شهدت طرابلس هبوطا لم تعرفه من قبل في ظل تهميش واستباحة للأملاك العامة والخاصة. سلطان وفي مؤتمر صحفي تحدث عن واقع مرير تعيشه عاصمة الشمال، كاشفا عن التحضير لمؤتمر طرابلس الإنمائي. في غفلة من الزمن هبط علينا محافظ جديد حامل نظرية الفوضى الخلاقة، ففاقمت هبوط البلد إلى مستوى لم تعرفه طرابلس في تاريخها. بعد استحداث محافظة جديدة لجبل لبنان من جوني وجبال، أتمنى لو بينقل محافظ الشمال إلى هذه المحافظة تعميما للفائدة والعدالة والمساواة. آن الأوان لعقد مؤتمر طرابلسي عام لبحث الواقع المرير الذي تعيشه طرابلس واتخاذ القرارات الفاعلة لتصحيح الأمور. إن السكوت عن التهميش واستباحة الأملاك العامة والخاصة هي مؤامرة تستهدف مدينة عظيمة تستحق الحياة، وهي عصية على الاختراع من أي كان مهما عظم شأنه. مهرجانات صيدا تحضيرات مستمرة والمدينة على موعد مع الفن والإبداع. تفقد رئيس بلدية صيدا محمد السعودي التحضيرات الجارية لمكان استضافة الفعاليات الفنية والموسيقية لمهرجانات صيدا السياحية في 6 و7 و8 الحالي التي تنظمها اللجنة الوطنية لمهرجانات صيدا الدولية برئاسة نادين كعين بالتعاون مع البلدية والمؤسسات الراعية. عاصمة الجنوب التي ستحيي مهرجاناتها هذا العام النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب والفنان المبدع جيما نوكيان ستثبت مرة جديدة قدرتها على التنظيم والإبداع. تعرفوا صيدا يعني يمكن أكثر بلد موجودة بلبنان فيها أثار وفيها يعني مناطق جاذبة، فنحن اللي بنتمنى أن الناس تستمتع بكرة وبعده وبعده بهالأمسيات اللي كانت السنة الماضية
يعني محفز للكل انه يعيدها السنة. اقبال كتير كبير ونحن تقريبا يعني عشوائي حنعمل سولد اوت، في اسعار ما بقى عنا منها خلصت بالحفلات، وهذا الشيء هيك بيرفع المعنويات بخلي الواحد مبسوط. كذلك جرى التأكيد بأن حلم صيدا تحقق بالإرادة وبدعم نواب المدينة الرئيس فؤاد السنيورة والنائب بهية الحريري. في إطار المتابعة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لملاحقة وتوقيف أخطر المطلوبين بجرائم سلب وسرقة السيارات، تمكنت قوة خاصة من الشعبة من توقيف لبنانيين داخل أحد المنازل في بلدة نبحة البقاعية بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة بتاريخ 30 من آب الماضي، ليتبين أنهما ناشطان في عمليات سرقة السيارات وتهريبها إلى سوريا، وهما مطلوبان للقضاء بموجب عشرات مذكرات التوقيف بجرائم سرقة سيارات وتزوير ومحاولة قتل وإطلاق نار. أقامت السفارة اللبنانية في الأرجنتين جناحا مميزا في معرض الجاليات، وأهدت نجاحه وتميزه إلى الجيش اللبناني وعائلات العسكريين الشهداء. شهد الجناح اللبناني في معرض الجاليات والسفارات الذي أقيم في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس على مدى يومين إقبالا كثيفا من معظم الجاليات العربية والأجنبية نظرا لتميزه وحصوله على تقدير الجهات المنظمة. وقد توسط الجناح مجسم لقلعة بعلبك بعلو 3 أمتار صممه ونفذه قنصل لبنان في الأرجنتين جورج الجلاد بمساعدة لجنة من الجالية اللبنانية، وجرى عرض صور عالية الدقة لكل المناطق اللبنانية وأثارها، إضافة إلى رحلة عبر نظارات بنظام فيرتشوال رياليتي إلى مغارة جعيتا. يعني إذا بدي أجرب أوصف على المظبوط شو عم بيصير هون، كل شخص لبناني عم يجي لهيدا الستاند عم نشوف دموع بين عينيه، عم نشوف ابتسامة على وجهه. أما بالنسبة للأرجنتينيين والزائرين لهيدا المعرض، منظمين هيدا المعرض قالوا لنا إنه الجناح اللبناني هو أحلى وأجمل جناح، وقالوا لنا إنه كل العالم عم تحكي عن الجناح اللبناني وعن لبنان. السفير اللبناني أنطونيو العنداري أكد أن قلعة بعلبك هي رمز انتصار الجيش اللبناني على الإرهاب، وأهدى نجاح الجناح اللبناني إلى أهالي العسكريين الشهداء. وتضمن الجناح برنامجا فنيا شمل عروضا للدبكة اللبنانية وللرقص الشرقي. نصل الآن إلى الفقرة الاقتصادية مع كارولا النقاش. مساء الخير، نبدأ جولتنا على أسواق اليوم من لبنان، حيث أعلنت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيف لبنان السيادة عند بي ماينس مع نظرة مستقبلية مستقرة. ذكرت الوكالة نقاط القوة يلي بيتمتع فيها الاقتصاد اللبناني ويلي تمثلت بمؤشرات التنمية البشرية الإيجابية، السيولة الخارجية القوية، متانة النظام المصرفي، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. كما بتتوقع الوكالة انخفاض عجز الميزانية هالعام ل 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي وإلى 8.9% بالعام 2018-2019. ومننتقل إلى شركة سامسونج يلي قامت بتوقيع عقد لتنفيذ المرحلة الثانية من بناء مصنع بالصين، بتبلغ استثمارات الشركة لهالمرحلة 7 مليار دولار. بحب ذكر أنه المرحلة الأولى لهالمشروع بدأت بأيار 2014 وبلغت تكلفة الاستثمار فيها 10 مليار دولار. ومننهي من ألمانيا، حيث وافقت المفوضية الأوروبية على إعطاء ألمانيا قرض مؤقت لشركة طيران إير برلين، وذلك من أجل مواصلة الشركة رحلاتها لحين بيع أصولها. بحب شير إلى أنه هالقرض المقدم من الحكومة الألمانية ويلي بلغت قيمته 150 مليون يورو ساهم بإبقاء حوالي 8000 وظيفة كانت مهددة وقت الأزمة. لمساعدة الشركة بالوقت الراهن رح تقوم لفتنزا بمسار الرحلات الطويلة المدى، بينما بتحصل إيزي جات على مسارات أخرى بأوروبا. هذه كانت أخبارنا لليوم، أنا بشوفكم بكرة. في أخبار الطقس، أعلن المركز الوطني الأمريكي للأعصير أن الإعصار إيرما ازداد قوة وأصبح من الدرجة الخامسة، وهو بالغ الخطورة مع اقترابه من جزر الكاريبي. ودعا المركز إلى تسريع الاستعدادات وإكمالها في المناطق المهددة بالإعصار المصحوب برياح وصلت سرعتها إلى 280 كيلومترا في الساعة،
ومن المتوقع أن تزداد حدته في الساعات المقبلة ليهدد المنطقة الممتدة من جزر الكاريبي حتى ولاية فلوريدا الأمريكية التي أعلنت بدورها حالة التأهب تحسبا لوصوله. وتفاصيل الأحوال الجوية مع كارين خراط. بونسوار. بيستمر تأثير الكتل الهوائية الحارة على أغلبية مناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، تفاصيل كلها بعد شوي. هلأ منروح على الدول العربية ومنبلش جولتنا بتونس 33 درجة، رباط 30، الجزائر 27 درجة، بغداد 47، دمشق 37، القدس 31، عمان 32 درجة، ومنختم مع الكويت 42، الدوحة 38، أما الرياض بتسجل 42 درجة. هلأ مننتقل على لبنان. بكرة الأربعاء تقصنا بين غائم جزئيا إلى غائم بالنسبة للحرارة، بتوصل أقصها على الساحل ل 30 درجة أدناها 19، بالنسبة للجبل 27 درجة، أما بالداخل بتسجل أقصها 35 درجة. تفاصيل أكثر منروح على الخريطة اللبنانية ومنبلش جولتنا بعكار 30 درجة، طرابلس 31، الأرز 24، الكورة 30 درجة، الهرمل 31، القعد 29، بعلبك 31، ريا 30 درجة، جبيل 28، ميروبا 25، جونيا وبعبدة 29 درجة، بيروت كمان بتسجل حرارة فيها 29 درجة، زحلة 35، شتورة 33، عنجر 32، مشغرة 29 درجة، جازين 29، رشايا 26، مرجعيون وبنت جبال 29 درجة، ومنختم مع صيدا صور وقانا 29 درجة. مثل ما ذكرت بكرة الثلاثاء تقصنا بين غائم جزئيا إلى غائم، عنا انخفاض بسيط درجة الحرارة لتوصل أقصاها نهار الأربعاء ل 29 درجة أدناها 25، بالنسبة للخميس 28 درجة، أما نهار الجمعة بتسجل 29 درجة. حرارة بمنطقة الأرز توصل أقصاها لل 24 درجة. لهون بتكون خلصت النشرة الجوية، تصبحوا على ألف خير. وفي دي ان اي بعد النشرة، يكشف نديم قطيش عن انشقاق احد نواب حزب الله. والان العناوين. نتائج فحوصات الدي ان اي غدا ومراسم تكريم العسكريين الشهداء وتشييعهم الجمعة. صقر رد على الموسوي: كلامك يحمل من الشطة والخفة والتحامل، اقرأ الدستور ولو لمرة واحدة سريعة. والجبير يتهم ايران بزعزعة استقرار المنطقة عبر حزب الله والارهاب، ويشكك بجديتها في الحوار والتعاون الدبلوماسي. ختاما شكرا لكم، إلى اللقاء. إلى اللقاء. تعملوا اليوم للجهود، هذا عمل ما حدا عمله قبل.